هنا عندي الدجاج مغسول مزيان والكمية كتبقى على حسب عدد الأسرة. عندي هنا بصلة صغيرة محكوكة وأربعة فصوص كبار ديال الثومة محكوكين، قليل من الهريسة، معلقة صغيرة ديال سكنجبير، معلقة صغيرة ديال التخميرة، معلقة صغيرة ديال الخرقوم وقليل من الملح. هنا عندي قزبر ومعجنوس وكذلك زيت الزيتون وصلصة السوجة، وكذلك عندنا هنايا لا موطارد. بالنسبه هنايا لا موطارد غادي نزيد معلقه صغيره عامره ديال لا موطارد، وبالنسبه للملحه ما تكثروهاش لحقاش لا موطارد كيكون عندنا مالح، وكذلك حتى صلصه السوجه مالحه، وكذلك غادي نضيفو حتى نصف ديال الحامض معصر. هنايا غادي نضيف صلصه السوجه، غادي نضيف هنايا واحد معلقه صغيره، وكتبقى صلصه السوجه ما بين معلقه حتى زوج معالق على حسب الكثافه ديال صلصه السوجه. هنايا غادي نضيف زيت الزيتون، هنايا عندي تقريبا 4 معالق كبار ديال زيت الزيتون. هنايا غادي نخلط جميع المكونات، وعاد غادي نضيف له نصف حامضة معصرة. هنايا غادي نشرمل مزيان الدجاج وغادي نخليه يرتاح ما بين ساعة أو ساعتين بها باش كيتشرب ليا مزيان الشرمولة. عاد غادي نطيبها، تقدرو توجدوها حتى في الليل وتغطيوها بالبلاستيك الغذائي وتخلوها ترتاح وحتى الغدا ديالها طيبوها، أو تخليوها غير ساعة أو ساعتين شحال ما كترتاح هاد الشرمولة كتشرب لينا مزيان. هنايا من بعد ما شرملناه انا غادي نغطيه هنايا بالسولوفان وغادي نخليه يرتاح ما بين ساعه او ساعتين بشحال ما ارتاح لينا بشحال ما كيتشرب لينا هذيك الشرموله. هنايا من بعد ما ارتاح لينا كنغطيه هنايا بالورق الزبده هو الاول، عاد غادي ندير الالومنيوم والفرن يكون سخون وعلى درجة مهيلة، وكتشعلوا عليه الأول غير من تحت حتى كيدير واحد 40 دقيقة أو 50 دقيقة ديال الطياب، عاد تحيدوا عليه الغطاء وتشعلوا عليه من الفوق ومن تحت، وهكذا باش كيتحمر لكم الدجاج ديالنا كيجي مشوي على هاد الطريقة. وشتو ما درنا حتى نقطة ديال الماء، هو اللي كيعطي لنا هاد الصوص كيف ما كتلاحظوا، كيعطي واحد الصوص بنين. هنايا كنحط الصوص في واحد الإناء وكترفقوا الدجاج مشوي مع سلطه ديال الرز او اي سلطه اللي كتفضلوها، وكذلك هاد لاصوص ديالو كتديروها في شي اناء صغير مرافق للدجاج اللي كيبغي لاصوص معاه. الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك في القناه، والى اللقاء الى الفيديو القادم ان شاء الله.